السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. معكم بشار الشوبكي في فيديو جديد من مزرعتنا الشوكة والقرن ثورنان هورن في ولاية ميزوري الأمريكية. زي ما وعدناكم رح يكون الفيديو اليوم عن موضوع الصيد الغزلان وأول إعدادات للموسم اللي هو تقريبا أقل من 3 أسابيع، فأنا متشجع كثير. هذا أكثر وقت يعني للفن عندي، الوقت الوحيد اللي أنا فيه أستمتع فيه بالمزرعة من غير شغل ولا شيء. طيب اليوم راح نورجيكم عن كيف بدنا نركب هذا، بنسميه اللي هو دير فيدر، يعني الجهاز هو برش أكل الغزلان في وقت معين. الحلو فيه هذا، حبيت أنا أجربه هاي لأول مرة السنة هاي. الحلو فيه انه انت بتحط الاكل فيه وهو بنثر الاكل في وقت محدد، يعني انت في عنده تايمر عليه ساعة هون، فبتركب بتحط الوقت المناسب اللي بدك الغزلان يعرفوا انه يجوا في الوقت هذا تماما ويكون في اكل موجود. فطبعا هي بتاخذ وقت لهم الغزلان حتى يتعودوا، بس بيعرفوا بيحفظوا، سبحان الله الذكاء، يعني عندهم حتى يعني ساعة جوا دماغهم بيعرفوا بالضبط اي ساعة بيجوا بالضبط على المكان الفلاني وبيلاقوا فيه الاكل. فحبيت اجربه المرة هاي لانه مرات يعني الصيد بياخذ وقت كثير يعني منك، فاذا خصوصا اذا انت عندك شغل تشتغله واشياء تسويها، ما بتقدر تضيع شهر كامل وانت بتقعد على الستاند من الساعة 8 الصبح للساعة 4 العصر، يعني وقت كثير بروح ومرات ما بيجوا بالمرة. فهذا بساعد بخليهم يجوا على وقت معين، فأنت ما في داعي تضيع يومك كله. إذا حطيت المؤقت عليه إنه ينثر الأكل في مثلا خلينا نحكي على الساعة 5 العصر، فكل وقت بظل ينثروا على الساعة 5 العصر، بعرف الغزلان إنهم في الوقت المحدد هذا الفترة هاي في أكل دائما، فبيصيروا يجوا على وقتها. فلما أنت تيجي تقعد على الستاند عشان تبلش الصيد بتعرف أي ساعة تقعد بالضبط، وبيجوهم مع الوقت وتوفر وقت كثير بالصيد. فخلينا نركبه عشان ما نطول عليكم، وإن شاء الله بنورجيكم كيف نركبه في الفيلد هناك، ونورجيكم كيف بيشتغل. وراح نحط كاميرا حتى ترصد الموقع وتشوف إذا الغزلان بيجوا ولا لا. ف stay tuned. طيب يعني المبدأ سهل وبسيط، إنه عندك جهاز بركب على برميل، هو عبارة عن برميل بلاستيك هذا زي ما أنتم شايفينه، له قطعتين بركبوا فوق بعض. فالمبدأ بسيط، انك بتركب جهاز على البرميل من تحت، البرميل بيكون مخزوق من تحت، بنزل بتحط الاكل فيه من فوق وبنزل الاكل من تحت. الجهاز هذا بلف، هو بيكون اللي مسكر الفتحة اللي بنزل منها الاكل، فعليه تايمر، بس يجي الوقت اللي انت حددته بتفتح الفتحة وبتصير تلف فبتنثر الاكل. راح تشوفوا بالضبط كيف يشتغل. Thank you.
انا مش عارف كيف عملوه هيك من غير اي اشي ثبته الاجرين، بس هو لانه ايش بيقولوا لك انت راح تحركه من مكان لمكان او بدك مثلا تنقله، فما بدهم اياك تاخذه كقطعة واحدة يعني. بس انا حاسس انه غباء يعني، لانه هيك مش راح يكون ماسك يعني كويس. مش عارف ممكن اذا ضربت هاي انا كويس، امسك شوي. anyway اتوقع انه الارتفاع كويس زي هيك، لكن مش عاجبني انه الاجرين مش مثباتات في اي شيء، ف بدي احط فيهم براغي حتى تثبتهم كل واحدة في بعض حتى يصير احسن من هيك. هيك يا جماعة ثبتنا الإجرين. طبعا هسا أنا خليته هذا بس داخل في البرميل، حتى إنه إذا مثلا هسا بدي أخذه لورا بس برفع هذا، برفعه برا الإجرين وبحمل الإجرين لحالهم، فبصير نقله سهل بس نفس الوقت أحسن، أثبت من أول، لأنه كانت كل قطعة بتيجي بتوقع لحالها. لكن هيو جاهز هيك، طبعا ضايل بس نورجيكم كيف البطارية بتركب وكيف بيشتغل ان شاء الله، وبنصور لكم اياه وهو شغال. طيب يا جماعة رجعنا لكم لتكملة الفيديو تبع الدير فيدر. اضطرنا نوقف لانه الجو كان سيء، فرحت جبت بطارية له، هاي البطارية اللي بياخذها 6 فولت، فخلينا نركبها وناخذه على الفيلد ونشوف كيف يشتغل. طبعا انا بس هيك حطيتهم هسه بس عشان اتعلم، زي ما انتم شايفين قاعد بقرا من الورقه واشوف كيف بتركب، اول مره استخدمه، لكن ان شاء الله راح نورجيكم هلا. بس اخذه على الفيلد ورا، راح نحط فيه شويه علف وراح نشغله قدامكم نخليكم تشوفوا كيف. يا ساتر يا ساتر. طيب هيك you
طيب يا جماعة، هيك بنكون احنا حطينا الأكل. هو عبارة عن ذرة حب زي ما انتم شايفين، لسه يعني يا الله ويلا عبينا نصه. بقدر احط فيه كمان بس حاليا هذا كويس كفاية، من هون لأسبوع نسكره زي هيك. خلينا نشوف الساعة، هسا 5:04، خلينا نحطها على 5:06. اوكي خلينا نشوف اذا انها تزبط ولا لا. اوه واو، هيك ممتاز. هيك يعني الوقت طويل كفاية بيطلع كمية اكبر من الذرة، فهذا ممتاز. هيك ضايل اشي واحد لازم نثبته الان، اللي هو التريل كام، حتى نشوف اذا الغزال بيجي وشو الاوقات المناسبة اللي لازم نيجي فيها ونصيد. طيب يا جماعة، هاي زي ما انتم شايفين هاي هي اللي هي الكاميرا تبعت التصوير، اللي بتصور اي اشي بتحرك قدامها بتاخد صور او فيديو. فهاي اللي راح تورجينا اذا الغزال جاي هنا واي وقت تماما يجي. بتشتغل على البطاريات، فراح نثبتها احنا على الستاند هذا اللي بنصيد فيه احنا، راح نورجيكم اياه هسه. بس راح نثبتها هون، وهم الغزلان ان شاء الله بس يجوا يقربوا منها هي راح تاخذ صور وفيديو، وراح نورجيكم هذول الصور ان شاء الله. هيك يا جماعه بنكون احنا جاهزين، خلصنا كل شيء الحمد لله. الكاميرا زي ما انتم شايفين هيها هون راكبة، طبعا راح تاخذ صور للمنطقة هاي وين الفيدر موجود طبعا، وهذا المبنى اللي بنصيد احنا من داخله. ان شاء الله بنورجيكم فيديو من الداخل، لانه حاليا بده رش اكيد اكيد، في عناكب وعقارب وكمان واسب، فلازم نذبحهم هذول كلهم قبل ما نطلع فوق. صار لي من الموسم اللي مضى، من السنة اللي مضت ما قعدت فيه، فإن شاء الله بنرشه وبنظبطه. طيب يا أخوان، زي ما انتم شايفين هاي الغزلان عند الفيدر. ما استخدمنا التريل كام لأنه ما قدرنا ناخذ الصور عنها، لكن استخدمنا الدرون من السماء، وهيك بيكون الوضع تمام بالنسبة للفيدر. الآن رح نعملكم الجزء الثاني من الفيديو، رح يكون عن مستلزمات الصيد والأدوات اللي بنستخدمها، ورح ناخدكم بجولة داخل محل الصيد تشوفوا كيف بنشتري المستلزمات. محل جميل جدا، فننصحكم تتابعونا. لا تنسوا يا جماعة تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر الإعجاب وتفعلوا الجرس حتى تشوفوا الفيديو القادم إن شاء الله، الجزء الثاني من هذا الفيديو. شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله ما نكون طولنا عليكم، ونشوفكم إن شاء الله قريبا، والسلام عليكم.